بنتي شريفة، نقول لك كاين واحد الظاهرة يعني تحدثوا عليها الفقهاء، اسمها ظاهرة تتالي أو توالي الأعذار الشرعية. فالمرأة التي تتوالى عليها الأعذار الشرعية المبيحة للإفطار هنا لا تصوم حتى تنقضي تلك الأعذار. أنت كنت حامل في رمضان اللي قبل عامين، إذن والحمل عذر شرعي يسمح لك بالإفطار. يلا بعد جاء العام اللي بعده، يعني العام اللي فات هكذا، أيضا كنت مرضعة، والرضاع أيضا معذر عذر يسمح بالإفطار. وبعدين هذه السنة راك ترضعي، أيضا هذا عذر يسمح لك بالإفطار. أنت توالى عليك، توالت عليك الأعذار، فوضعك الآن ما عندك حتى حرج شرعي. نهار اللي تكوني مرتاحة ما عندكش عذر من هذه الأعذار، ثم تقضي كل الأيام اللي افطرتي فيها والسلام. وإذا قدمتي يعني فدية على وجه الاستحباب ماشي على وجه الوجوب، لأن ذمتك مشغولة بالصيام وفقط، وأنت كنت معذورة، ولكن إذا أردت أن يطمئن قلبك أكثر حبيتي كي تقضي هذيك الأيام زيدي تصدقي شوية فمزيد من الخير والحسنات فقط. ولكن إذا كما تصدقتي ولا شيء، تكتفين فقط بقضاء ما عليك من صيام من أيام رمضان اللي افطرتي فيها بأعذار شرعية توالت عليك وهما الحمل والإرضاع، فالحرج عنك مرفوع. والآية التي ذكرناها اليوم قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج.